السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم لي سيريال، غادي تشوفوا كيفاش تصنعوا لي سيريال في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات سنحتاج إلى دقيق الذرة أو لافارين دو مايس، غادي نحتاجو كوب واحد ما يعادل 100 غرام. نحتاج أيضا إلى المايزينا أو النشا 30 غرام ما يعادل ربع كوب. نحتاج إلى الزيت العادي، استعملت فقط 40 مللتر ما يعادل 4 ملاعق كبار. نحتاج أيضا إلى السكر الناعم أو سكر غلاس 40 غرام، بالتقريب 3 ملاعق مملوئين جيدا. نحتاج إلى بودرة شوكولا أو شوكولا كاكاو تجي مرة، استعملت هنايا 15 غرام ما يعادل 2 ملاعق كبار. ونحتاج أيضا نصف ملعقة صغيرة نتاع خميرة الحلوى بيكين باودر أو نصف كيس، وهنايا الماء باش نجمعوا العجينة. نأخذ هنايا إناء وغادي نوضعوا فيه أولا المكونات الجافة، ماذا بكم غربلوهم. غادي نوضعوا دقيق الذرة، نزيد فوقه السكر الناعم، نزيد مايزينا وغادي نغربلوهم باش الا كان هناك كرات غادي نحلوه. نضيف ايضا خميره الحلوى او بيكين باودر، وغادي نزيدو ايضا بودره الكاكاو. وهذا الشوكولا بودره تقدروا ايضا توضعوها مع المكونات الاولى وتغربلوها معاهم. غادي نخلطوهم هكا جيدا. بعد ما نخلطوا المكونات الجافة مليح غادي نضيفوا الزيت. من بعد نخلطوا ايضا، هنا تقدروا تستعملوا اليد. غادي نخلطوا الان المكونات جيدا حتى نشوفوا هذاك الزيت اندمج مليح مع المكونات، باش من بعد من نزيدوا الماء نتحصلوا على عجينة تكون ملساء. بعد ما خلطنا الزيت مليح مع المكونات الجافة غادي نضيفوا الماء، الماء على درجة حرارة الغرفة، ونجملوا العجينة حتى نتحصلوا على العجينة. والعجينة لازم تكون طرية باش من بعد لي سيريال يجوكم خفاف. هنا كيما راكم تلاحظوا تحصلت على عجينة تكون طرية. الآن غادي نضيفوا ملعقة كبيرة نتاع كراميل باش يكون عندنا عطر فيها. إذا ما كانتش عندكم حاضرة تقدروا توضعوا عطر الكراميل، وضعوا نصف ملعقة صغيرة. وأضفت أيضا ملعقة كبيرة نتاع جليكوز، علاش؟ باش من بعد لي سيريال يقعدوا مقرمشين لمدة، حتى لو كان نضيفوا الحليب يقعدوا مقرمشين لمدة. إلا ما كانش عندكم حاضر جليكوز وضعوا ملعقة كبيرة نتاع سيغو دو مايس، ولا ما كانش عندكم أيضا حاضر سيغو دو مايس وضعوا 2 ملعقة كبار نتاع العسل، لازم يكون كثيف. بعد هنا عندي جايب حلواني راني واضعة فيه هاد لادوي، تقدروا توضعوه مباشرة في جيب حلواني بدون دوي. غادي نوضعو في الكاس وغادي نفرغو العجينة فيه. بعد هنايا بلاطو راني واضعة فيه ورق الطهي، وضعت شوية عجينة هنايا باش نثبت مليح الزوايا. بعد غادي نشكلوا كرات صغار، وكل ما صغرتوا الكرات كل ما لي سيريال جاوكم مقرمشين اكثر. وكما راكم تلاحظوا العجينه لازم تخرج لوحدها باش تساعدكم في عمليه التشكيل. لو كان ديروها شويه صلبه ما غاديش تخرج لكم لادوي وتجيكم الخدمه شويه صعيبه. هنا ايضا كما راكم تلاحظوا تقدروا تضغطوا عليهم بظهر ملعقه باش يكون عندهم مساحه مسطحه. من بعد غادي نسخن الفرن على درجه الحراره العاديه 180 درجه مئويه ما يعادل 350 درجه فرنهايت، ومده الطهي تكون من 10 دقائق حتى 15 دقيقه. في الاول غادي تظهر لكم باللي راها طريه، لكن ملي يبردوا غادي يولوا مقرمشين، يولوا زيابسين. دوك تسمعوا من بعد القلمشه نتاعهم. وهنايا هاد الكمية عطاتني بالتقريب 2 حصص، يعني 2 غرفيات. إلا بغيتو كمية كبيرة ما عليكم إلا مضاعفة المقادير. هنايا غادي تسمعوا القلماشة نتاعهم.
لكن من تضيفوا لهم الحليب الاستهلاك نتاعهم لازم يكون مباشره، يعني هاد لي سيريال مثلهم مثل اللي يتباعوا برا، يعني بعد مده في الحليب يولوا طريين. بالنسبه لملاحظه اليوم، تقدروا في العجينه اضافه مكسرات يكونوا محمصين ومطحونين. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، وان شاء الله يكون عجبكم، ونقول لكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.